حصل إشكال بين طلاب مؤيدين لحزب الله وآخرين مؤيدين لقوى 14 من أذار في جامعة القديس يوسف أفلا، وقد طوق الجيش اللبناني الجامعة وعمل على فض الإشكال. وكان رئيس مصلحة طلاب في القوات اللبنانية نديم يزبك رد بالأرقام على ما وصفه بالافتراءات والأضاليل التي يروج لها التيار الوطني الحر، خصوصا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الطالبية. موضوع الجامعة اليسوعية أنه نحن مزبوط نحن جبنا 12 رئيس هيئة صلب 14 أدار، لا سيما يعني 8 قوات لبنانية، 12 رئيس هيئة من 14 أدار، وفي رئيسين هيئة طلابية هن مستقلين دعمتهم 14 أدار. بالأيوبي عملنا نتيجة أكثر من ممتازة، هي أفضل نتيجة بتعملها القوات اللبنانية بتاريخ انتخاباتها بالأيوبي. جروسو مودو أكيد الانديو ما صار فيها انتخابات ربحناها 40-0، لأنه خصمنا بطل عنده قدرة يخوض معركة بوجنا، وبالالأيو أنا حبيت أتركها للآخر لأنه هذه أصعب معركة. الالأيو نعمل القانون من أجل محاربة الأحزاب الكبيرة، لا سيما القوات اللي هي أكبر حزب بالالأيو، فنعمل هذا القانون على هالأساس. خضنا معركة فيه بـ one man one vote، قسمنا بلوكاتنا مزبوط وقدرنا نربح هذه الجامعة يلي فعلا النتيجة تقريبا 1000 صوت للقوات مقابل 600 للتيار.